مع ديلبازان. ديلبازان هنحتاج فيه بيض، دقيق، ياغورت او زبادي، هنحتاج لحمة. أهم حاجة اللحمة تبقى من عند الكتف، يعني من عند الكتف، يا بقري يا غنم، أهم حاجة تبقى من عند الكتف عشان الحتة دي هي اللي هتتلم معانا بالطريقة اللي أنا عايزاها. يبقى كده بس من غير عظم. بصل يكون مفروم ناعم، زبدة سودانية أو اللي هي الشطة الناشفة، ثم وجوز الطيب وملح وفلفل أكيد. بناخد اللحمة بتاعنا أهم حاجة ونحطها في الزبدة كأننا هنحمرها تحميرة بسيطة، يعني مش عايزينها تغمق أو تتحمر لونها، بس عايزينها تاخد لها لون بس بسيط كده، يعني تبتدي تبيض معانا. بنقلبها لحد ما تبقى كده، وبعد كده هنبتدي نضيف عليها البصل بتاعنا والملح والفلفل. نحمرها في الزبدة، نتبلها بملح وفلفل، ونقوم حاطين عليها شوية مية، نمرقها بالمية الكافية اللي احنا محتاجينها لحد ما تستوي معانا اللحمة، مدة 35 من 30 35 دقيقة الماكسيموم. بعد كده بنطلعها ونقوم عاملينها بالشكل ده. خلينا هنشوف مع بعض دلوقتي. انا هتبلها، احط البصل بتاعي على اللحمة وهوريكم الطريقة بتاعتها. طيب، حطينا الزبدة، حطينا اللحمة بتاعتنا، اول ما تبتدي تحمر معانا بنحط عليها البصل، ونقوم حاطين الفلفل والملح بتاعنا، ونقلب تقليبة بسيطة، ونعمل عليهم مية، نمرقوهم او نحط عليهم شوية مية، ونخليها تستوي. طيب، هنا انا ما بستناش انها تتشحر معايا كتير او تتشوح معايا كتير، لان انا عايزة البصل يبقى معايا صحيح عشان يعمل لي المية بتاعته، فبيدي طعم في الصوص عندي. هعمل لها شوية مية على قدها بالظبط، وهوطي عليها النار وهخليها مدة 35 دقيقة بالظبط. طيب، بعد ما نخلص نخليها على النار، نقفل عليها طبعا. هنروح أول ما تستوي معايا هنشيل اللحمة، نصفيها ونخليها تدفى شوية. ناخد الشوربة بتاعتها بتبقى بالشكل ده، هناخدها على جنب، وناخد اللحمة بتاعتنا بنفصصها بالشكل ده أو بننسلها، بنخليها تبقى متنسلة بالشكل ده. أول ما بننسل اللحمة بتاعتنا بالشكل ده بنخليها، بس أهم حاجة أول ما نطلع اللحمة من على النار نسيبها تهدى شوية، مش تبرد مننا بس تهدى، تبقى دافية وتبقى بالشكل ده. خليني أخد الحاجات دي هنا. بصوا بقى، باخد اللحمة بفتتها كويس جدا وابتدي ألم فيها بالشكل ده. أهم حاجة أني أنا بضغطها كويس قوي لحد ما تتلم معايا، وكل ما كانت متنسلة صغيرة كل ما هتتلم معاكم أسرع بكتير، يعني هتلاقوها ملمومة معاكم بطريقة سريعة، مش هتاخد منكم وقت، بس هي فيها الشغل اللي بيبقى فيها أو اللي ممكن يطول معاكم، إن اللحمة هتتضغط عليها كويس جدا فترة شوية عقبال ما تمسك مع بعض. وبنحطها بالراحة، خليني أحاول بالشكل ده. بعد ما بنخلص الكور بتاعتنا بالشكل ده، بتبقى بالطريقة دي. زي ما قلت لكم أهم حاجة تاخدوا بالكم إنها تتنسل، تبقى صغيرة خالص، بيبقى عشان تبقى متماسكة معانا. بناخد السوب أو الشوربة بتاعتها اللي هي طلعت منها، وبنسقيها بالراحة، يعني بنسقي اللحمة بتاعتنا بالراحة زي ما انتوا عايزين. أنا بحب في الأكلة دي بالذات أحط الكور متباعدة عن بعض. طيب، إحنا كده حضرناها، بنكون طبعا مسخنين الفرن بتاعنا. بناخد نعمل الصوص اللي هننزله عليها، الزبادي. الصوص ده حلو جدا مع اللحمة دي بالذات، بس ممكن برضو نعمله مع أي لحمة تانية، بس مش اللحمة المفرومة، أهم حاجة تبقى لحمة عادية. طيب، ناخد الزبادي، الدقيق والبيض، وهنتبلها دلوقتي بشوية جوز الطيب وشوية ملح وفلفل
نحط شوية فلفل بسيط، شوية جوزة الطيب، اللي عايز يدخل معاها شطة ناشفة يدخلها مش مشكلة، واللي مش حابب بلاش. طيب خليني أرجع دي وأحط الملح الأول. خدوا بالكم عشان هنا أنا عندي فيها شوية ملح، سوري عندي هنا شوية ملح، فما تكتروش الملح قوي. الثوم بنخليه آخر حاجة. ناخد الفلفل كمان أو السودانية ديالتنا وهقطعها بالشكل ده. لو عايزين تعملوها اللي هي الباودر مفيش مشكلة اعملوها، بس دي بيبقى طعمها حلو جدا. طيب زي ما انتم شايفين اللحمة عندي مستوية، يعني انا كل اللي انا هستناه يستوي الصوص بتاعي، وبتتقدم بقى مع رز، مع مكرونة، باستا، اللي انتوا عايزين زي ما انتوا حابين. يعني هتلاقيها معاكم بتقول اوكي، مش هتقول لا. اوكي اهو الصوص بتاعي جاهز. هبتدي دلوقتي اخد وانزل الصوص بتاعي. اوكي